السلام عليكم، انا محمد العربي ودي قناه فكرتي. على الرغم من فوائد امازون برايم الكتيره واللي هشرحها في فيديو منفصل وهحط لكم رابط الفيديو في الوصف تحت، الا اني مش مستفيد منها في الوقت الحالي لاني مش بشتري بشكل مستمر. ودلوقتي هنشرح طريقه الغاء الامازون برايم اللي انت مشترك فيها بالفعل. في البدايه احب اقول لك انك هتحتاج جهاز كمبيوتر، لان الامكانيه دي مش متاحه لغايه دلوقتي في الموبايل ابلكيشن. اول حاجه هنعملها هنفتح موقع امازون، هنضغط على الاختيار account and list، هنيجي عند الاختيار ده اللي اسمه برايم. هننزل تحت على الشمال هنلاقي هنا كاتب لي ان تجديد الاشتراك اللي جاي يوم 25/3/2018 وقيمة الاشتراك الشهري ده $12.99، والنهاردة 20/3 يعني هو فضله 5 ايام ويجدد الاشتراك. لو نزلنا تحت شوية هنلاقي وسيلة الدفع اللي هي ماستر كارد. وهنيجي دلوقتي لأهم خطوة اللي احنا عايزينها فعلا اللي تلغي الاشتراك، اللي هي دي End Membership and Benefits. هنلاقي هنا بيفكرني بمميزات الامازون برايم اللي هي شحن مجاني في خلال يومين ل 100 مليون منتج، والكتب والافلام اللي ممكن اتفرج عليها ببلاش، وممكن اسمع اكتر من 2 مليون اغنية من غير اعلانات. طبعا انا مش محتاج كل ده في الوقت الحالي، وهقول له end my benefit الاختيار اللي في النص. هيرجع يقول لي عايز منك تأكيد لعملية الالغاء، هقول له كمل عملية الالغاء بالاختيار اللي في النص. دلوقتي هقول له الغي الاشتراك يوم 25/3/2018 بالضغط على الاختيار ده. كده بيقول لي احنا هنلغي لك الاشتراك يوم 25/3 والنهاردة 20/3، يعني انا فاضلي 5 ايام وبعد كده مش هقدر اتمتع باي ميزة من مميزات امازون برايم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل الجديد، ولو عندك اي استفسار سيبه في كومنت. شكرا.